بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام ورحمة الله وبركاته متابعي قناة ناصر تي في، إن شاء الله تكونوا خير ولا خير. إذا خوتي اليوم رانا الجمعة 15 جويلية 2022، ورانا متواجدين في سوق الأربعاء للمواشي خوتي. إذا كانت مسيرة على أسعار الكباش بمناسبة عيد الأضحى، اللي نقول لكم إن شاء الله تكونوا عيدتوا بالصحة والهنا والآن. إذا قناة ناصر تي في دائما تواصل العمل تاعها بتغطية خاصة حول أسعار المواشي بكل أنواعها، يعني كباش، ماعز، أبقار، حتى أحصنة. وكذلك نواصلوا مشوارنا في الطيور كذلك خوتي. يعني الآن نكملوا في الأربعاء، نروحوا إن شاء الله لسوق الحراش نشوفوا طيور واش كاين خوتي. شفنا يعني الجمعة اللي فاتت كان باقي يوم فقط لعيد الأضحى، كان ارتفاع جنوني في أسعار الكباش وخاصة الخرفان الصغار. الآن اليوم نشوفوا أسك يعني الكباش عاودوا هبطوا ولا قعدوا في هذه السومة. ان شاء الله راح تتابعوا معنا دائما. تحيه خاصه لكم متابعي قناه ناصر تي في من داخل ومن خارج الوطن، ونقول لكم الدعم للقناه خوتي، اشتركوا في القناه باطل خوتي. اذا نتكل عليكم وان شاء الله احنا نبداو نشوفوا واش كاين في السوق. اذا خوتي نبداو اول دفعه لهنايا في سوق الاربعاء مع اخونا لهنايا، جايب لنا هذوما استسان خوتي. دائما نقولوا يعني الان الكباش خاصه يعني سيرتو بالمناسبات، اعراس، اي حاجه خوتي. الاخ هنا راه يقول مدوا لنا 7 ملايين هكذا خونا، مازالهم بعد شويه، ماهوش بعد، مازالهم بعد شويه. الاخ راه يقول مازالهم بعد، ما شاء الله خوتي. كذلك مع خونا لهنايا حدنا هذا، الله يبارك، هذا راه يقول في السداس حاجه شابه. كما قال الاخ هذا يا راهم مسوينو ب 7.5، وهادو ما في التنيان اخي، فتلي صغار، هادو ما في التنيان شويه، هادو ما في التنيان. اذا خوتي عندنا الخروف هذايا كما يقول خوكم ناصر يعني الكبيشو خوتي. الاخر يقول سامونا ب 25 هكذا، ساموه بزوج ملايين ونص، يعني قال لكم البيع تاعو بالك ماكسيموم 3 ملايين هكذا، 3 ملايين خوتي. بالمناسبه هذايا في العيد يعني سيرتو صح اخر يوم هذا خوتي تباع يعني قريب 4.5 حتى 5 ملايين، سبحان الله. شوفوا يعني سي دوماج، ولكن يعني تعاود توازن. والصغير هذاك شحال اللي عطاهم لك في هذا الصغير؟ هذا سيموه في الجمله مع خوه، في الجمله مع خوه تاعو خمسه هكذايا. اذا خوتي يعني في زوج هكذايا سموا 5 ملايين، يعني سموهم خوتي، ماشي البيع، البيع ويقولوا ربما يلحقوا حتى شحال هكذاك في زوج؟ ستة. ست ملايين، الله يبارك، بارك الله فيك. وهذو من عجات من شيخ؟ هذو عطيه 53 هي وليدها. 53 هي وليدها، الله يبارك. ابعثها تروح ما شاء الله. يعطيك الصحة شيخ، بارك الله فيك. داكور، الله يبارك. إذا خوتي مع أخونا لهنا كذلك جاب لنا الخروفات هذوما، كاين شحال الله يبارك؟ أربعة هكذا، أربعة. وسمو شحال قلتي سموك؟ 57. 57 والبيع شحال يروح إن شاء الله هكذا؟ قلت لي فوق فوق 6 إن شاء الله، فوق 6 ملايين. هذا بستة، هذا شافوني، هذا بستة. عندنا كذلك خوتي مع خونا لهنايا هذوما في الخروفات، يعني رخلات اللي كانت ناس كذلك كانت حابه تعيد بالخروفات تالمو ما لحقوش خوتي، وعمك حتى يعني الخروفات كانوا زادوا في السومه ولحقوا حتى 3 ملايين 3 ملايين ونص. ولكن الان خونا راه يقول سامونا ب 65 في 3، يعني البيع نقدروا نقولوا خوتي 2 ملايين ونص للوحده. يعني هذا وين دخلنا، ولكن نشوفوا انخفاض خوتي بارابور يعني ليامات الاخرين تاع العيد وين كانوا غلاو بزاف، ولكن السوق عاود استقر ماشي كيما كان. خونا بارك الله فيك وربي يعينك ولازم خوتي. عندنا كذلك مع خوتنا لهنايا هذو هما الاخر يقول في السداس، بارك الله
وساموهم 36 جمله خاوتي، يعني اخر يقول بها جمله ماشي لواحد ولكن 36 36 جملة. لا يعني نقدر بالك خاوتي نقدر نقولوا يلحقوا بالك 4 ملايين جملة يعني خاوتي، سما شغل ماشي بالواحد. إذا خاوتي بالمناسبة شوفوا تني هدايا الله يبارك، يعني ما شاء الله خاوتي لو رانا في اليوم الأخر تاع قبل العيد ولا في الأيام تاع العيد هذا بالك راح يلحق حتى 10 ملايين خوتي بالمناسبة تباع بست ملايين هذا الله يبارك، والأخ يعني اللي شراه يعني إن شاء الله يتقبلوا قالك صداقة الله يبارك صافي إن كرون بليزير، ولكن شوفوا خوتي يعني كيما هذا يلحق يعني مول العيد راهو ست ملايين قلت لهم صداقة والله يعني قلت لهم إذا خوتي بالمناسبة خونا قاسم عمر هو اللي شرا الكبش هدايا وراكم تشوفوا خوتي يعني 6 ملايين سي دوماج خوتي، لو كان تكون في العيد الناس كان شرات كامل كيفاش كيما هكذا ب 6 ملايين يعني صافي ان كرون بليزير، ولكن الله غالب معليش. اذا خوتي عندنا كذلك الخرفان هذوما نقدر نقولوا كبيش واد صغار، الاخر يقول سامونا 29 جمله والبيع مازال من بعد شيخ يا شيخ البيع مازال من بعد شويه خاوتي، والبيع ان شاء الله راه يقول 32 يعني هذوما كذلك في العيد خاوتي لحقوا حتى 4 ملايين هذو واش طاول؟ 29 اجدي نكملوا خاوتي الان ما نكوبيش معكم نمشوا شويه هكذا فقط ونتكلموا، شفتوا خاوتي يعني ابيبري الاسعار كيفاش يعني كانت قبل العيد وكيفاش راهي الان دوكا يعني انديفيرونس كبيره سي دوماج الناس تبروفيتي يعني في العيد الناس مساكن بالك كاين بزاف ناس زواليه اللي ما قدروش يشرو سي دوماج خاوتي والله غير نتاسف انا في شي هدايا، ولكن معليش زيدوا نكملوا ونشوفوا الاسعار واش راهم يقولوا خاوتي. خاوتي كذلك مع خونا هذا ونهبطهم يعني هذا ونلحقوا هذوما في ثلاثه خرفان الله يبارك. خونا شاري لحقوا افي فري هكذا باسكو مازال ما ساوموكش. افي فري هكذا شحال شحال؟ ما بالكش يعني مع السوق خاوتي باسكو هذا ونهبط. سي دوماج بالك نعاودو نولو نشوفو شحال نساومو خونا بارك الله خاوتي، كذلك مع خونا لهنايا جاب لنا الخرفان هذوما وراه يقول ساومونا ب 48 في الرادي خاوتي يعني ماشي جمله للواحد 48 البيع راه يقول مازال شويه يا اخي فوق الخمسه ان شاء الله، ولكن خاوتي يعني هذوما بالك لو كان السمانه اللي فاتت يقول لك عطاونا 65 والبيع سبعه هكذا شيخ يعني بارك الله فيك شيخ هذيك الصحة. إذا خوتي كذلك دائما مع الكبيشو كما قال الأخ سموه 31 جملة هكذا سموهم جملة 31 عندنا هذا يا بنا نورمالمون قال أربعة هكذا خونا لا لا ما والله ماني شوف لين هون هذايا راه يقول صابونا بربع والله لان المحصوره من 31 اذا خوتي كذلك عندنا الخروف هذايا الاخر يقول صابونا بربع ملايين يعني شفت الاسعار كيفاش يعني 31 ما نقولوش هبطوا بنص سومه ولكن خاوتي يعني هبطوا بواحد المليون ونص الواحد ولا اكثر عطاونا 55 خاوتي عندنا خاوتي هادو ما فتني الاخر يقول سامونا ب 55 خوتي بالمناسبة دائما في سوق الأربعة خوتي سوق الأربعة اللي فيه الكباش الماعز الأبقار وحتى الأحصنة يعني السوق هذا راه معروف تقدروا تزوروه خوتي كذلك عندنا ثلث خرفان هذوما أخ قال سامونا بتسعة هكذا ساموكم بتسعة ساموهم 9 ملايين خوتي في ثلاثة يعني كي سقسيناه قال لك البيع واحد 35 خاوتي بالمناسبة هادوما يعني في العيد كذلك ربما لحقوا حتى ال 5 ملايين نورمال خاوتي هادوما يقول لك 5 حتى ال 5 ونص والآن البيع راه يقول لكم 35
الله يبارك. إذا خوتي بالمناسبة خونا علي راح نقول لهم مبروك عليك إن شاء الله، دنا الكبش هدايا اللي راح يعرس إن شاء الله، الله يبارك. هذا عرس بإذن الله. وشحال الحق هذا خونا العزيز؟ 600 خوتي، يعني إيماجين دوك هذا بالك الجمعة اللي فاتت نورمال تشريه ب 8.5 ديباسي كما قال لكم خوتي، الله يبارك. خونا نقول لك كل شيء مبروك وان شاء الله كما يقول لك عتمه مربوحه والعقوبه للاطفال ان شاء الله. صحيت خويا العزيز نزيدو ندورو لعند خونا لهنايا جابنا كذلك هادو في تنيان نورمال مو تنيان تنيان الله يبارك. لا مش باهر هادي اليوم جايبر بولي حيا العرق الله يبارك. شحال اخو الشيخ هكذاك هادوما كيما هادوما خوتي يعني 6 ملايين راكو تشوفو خوتي، يعني كيما نقولو بالفرنسية يعني ان غرون شونجمون خوتي اونتر يعني الجمعه اللي فاتت والجمعه هذه خوتي. كذلك مع خونا لهنايا حدنا بون هذا كل جمعه يعني نلقاوه هنايا في سوق الاربعه ويجيب سلعه الله يبارك. شوفوا كذلك السلعه هذه شابه في التنيان خوتي راه يقول سامونا بخمسه هكذا 56 56 والبيع واحد 6 ملايين هكذا ولكن شابين راكم شوفوا خوتي الله يبارك. اه دوك تشوفوا الكحل خوتي صدقوني هذه وما غير يلحقوا بالك ال 10 ملايين الجمعه اللي فاتت هكذا خونا يعني سي دوباج ولكن هذه هما الاخ يقول 6 يروحوا شوفوا كيما هذا الله يبارك خوتي. دوك الان يعني الناس اللي عندهم مناسبات عرس اي عقيقه اي مناسبه تقدروا تتقدموا لهنا سوق الاربعه ولا تشروا يعني سلعه ما شاء الله. دوك نشوفوا الكحلوش هذا كذلك الله يبارك كيف كيف معاهم يا اخي شوفوا خوتي هدايا الله يبارك هاكو شوفوا خوتي هدايا سموه ب 56 هدايا خوتي يقدر يلحق ال 10 نورمال الجمع خوتي. كذلك مع خونا لهنايا جاب لنا سلعة كذلك الله يبارك هذوما كامل فتني خوتي كامل فتني بالمناسبة ما شاء الله الله يبارك خويا تنيان كامل تنيان شوفوا هذا يا خوتي الله يبارك حاجة خشينة كذلك خوتي خوتي هذو ما يعني حقيقة أعراس يعني أي حاجة تقدروا تصلوا بخوتنا خوتي راهم في باب علي ويجيبوا سلعة الله يبارك سوما في الرادي سوا 65 خوتي والبيع يقول فوق 7 ولكن خوتي هذوما يعني لو كان السمانه اللي فاتت فقط يعني في العيد راح تسمعوا بالك 9.5 10 ملايين حتى ل 11 هكذا خونا صديق الله يسلمك. ها سنة 3 15 59 وجمله خوتي سوا 59 56 الله يبارك مناسبة خوتي 05 61 58 37 30 إذا هذا هو الرقم تاعو حمزة خوتي راه متواجد إن شاء الله في باب علي هكذا خويا بارك الله فيك ويعطيك الصحة سي جونتي صحيح إذا خوتي مع خونا لهنايا عندنا الخرفان هذوما والله ما حاب حاب يعني ما راه يقول سامونا بطروندو خوتي يعني اسعار كيفاش هبطت يعني سبحان الله هذه ما بطروندو البيع راه يقول 36 خوتي سبحان الله يعني الله سبحان الله زيدوا نكملوا عند خونا لهنايا هذه ما في التنيان قولوا المصغر قولوا شحال السوم دايرك قولوا سبعة سبعة قول لك سبعة ملايين خوتي
اكو تشوفوا خوتي هادو الله يبارك عليك بسبعه كيما هذا يا خوتي نقدروا بالك نقولوا الحق حتى 12 مليون هذه هي الاسعار اليوم في سوق الاربعاء اذا كذلك مع خونا لهنا يا خوتي جبنا هادو ما كباش هادو ما في التنيان اخ يقول سمونا ب 46 هكذا 46 والبيع فوق 5.5 والبيع فوق 5.5 خاطي يعني بالواحد ما ساموش على كل حال يعني باسكو هنايا بوكو بليس يساموا الجمله يعطيك الصحة إذا خوتي نختموا معكم الفيديو هذايا مع خونا لهنايا جاب لنا كذلك الخرفان هذوما ماشي مشكل إذا بالمناسبة هاو المصغر لهنايا الله يبارك واش راك صافا خونا لاباس منين جيتنا خويا؟ نعم من بومرداس إذا نحيي وليد حومتي بالمناسبة خوتي أنا من بومرداس الله يبارك وكاين هذا الله يبارك إذا خوتي لهنايا راهو يقول أعطونا سبعة للزوج هكذايا في زوج خوتي سبعة في زوج وقال لكم ماشي بعد السومة يعني ماشي حاجة ماشي بعيدة سبعة في زوج خوتي هكذايا خوتي عندكم أي مناسبة ولا ماشي مشكل دوك نشوفوا بالك خونا يحب يخلينا الرقم ديالو ولا هكذا تتوجهوا للكوري ديالو خوتي نزيدوا نروحوا نشوفوا هذوك تنين من تنيان خرفان وتنيان خرفان وتنيان نزيدوا نشوفوا السلعة اللي كاينة كذلك من خوتي هذو هما في الخرفان وتنيان السلام عليكم واش راك خويا لاباس هاي السلعة خوتي يعني هذوك قلت لكم البازي وبوكو فليس خوتي الأعراس ولا مناسبات هذا شحال حكمنا خونا؟ كاين 5 وكاين 6 كاين 5 ملايين البيع ولا سموكم؟ البيع اذا خوتي كاين 5 وكاين 6 ملايين هكذا خوتي اذا انسان اللي يحب يعني يشوف حاجه يجوز بها ان شاء الله العرس ولا عقيقه ماشي مشكل دوك نشوفوا خونا يخلينا الرقم تاعو الكوريون جاي خونا انتوما؟ هذه زريبه وين؟ في حمادي خوتي راه متواجد في حمادي اذا خوتي نشوفوا مع سيد علي خلينا الرقم ديالو تقدروا تتصلوا به قول لي سيد علي خويا 05 05 40 96 04 04 66 خوتي راه متواجد في حمادي ولاد بومرداس خونا سينو السلعه زيد جيل كبير على خشينا كلش يعني الله يبارك اذا خوتي راه يقول لكم السلعه كاينه نعم عندنا بكل شيء عندنا من 45 حتى خوتي من 45 حتى الملاح ان شاء الله حتى وين حبيتو حتى وين حبيتو كما قال لكم اذا خوتي نقول لكم تهلاو في رواحكم خوتي موجود فيها كذلك جزء ثاني ان شاء الله راح يجوز في قناه مواشي دي زاد تقدروا تشوفوه هكذايا باش تشوفوا السلعه كامله متواجده في سوق الاربعه كذلك خوتي دوك ندير لكم فيديو خاص بالابقار كذلك ان شاء الله بالماعز هكذا نعطي لكم نظره اذا تهلاو في رواحكم قناه ناصر تي في تحييكم سلام خوتي.